مشاهدين ومتابعين قناة جي اس 4 وي، ارحب بكم في هذا الفيديو الخاص بشرح جميع ادوات صندوق رسم الخرائط الكارتوغرافي تولز ومجموعة الادوات التولست الموجودة بداخله. طبعا الهدف من جميع هذول الادوات هي لانتاج وتحسين وادارة جميع البيانات عند تصميم الخرائط اللي اوت فيو، يعني بالاضافة الى التعديل على خصائص صفحة اللي اوت فيو عند اخراج اي خريطة في الارك ماب. يعني مثلا انا بدي اقوم بانتاج خريطة، في عنا طبقات تتكون من مجموعة من الفيتشرز المعالم والظواهر الجغرافية بلزمهم تعديل عشان يتلائموا مع باقي الطبقات او مع باقي ظواهر الطبقات الاخرى، فانا ممكن اقوم بالتحرير على بعض المعالم عشان يظهروا على الخريطة بشكل منظم اكثر. طبعا يفضل من يشاهد هذا الدرس انه يكون في مستوى متوسط على الارك جي اس، مستوى فوق الاساسي يعني للفهم اكثر، ومتوفر عنا جدول اكسل فيه جميع وصف ادوات رسم الخرائط ومسار اي اداة. يعني مثلا هاي عنا هون احنا هذا صندوق ادوات رسم الخرائط، في عنا مجموعة ادوات، كل مجموعة ادوات بداخلها عدد معين من الادوات، هدول الادوات جميعهم موجودين في هذا الجدول الاكسل. طبعا عدد الادوات 46 اداة. في هذا الجدول موجود عنا اسم ومسار كل اداة، هاي صندوق الادوات، هاي مجموعة الادوات التولست، هاي اسم الاداة باللون الاحمر، وفي عنا وصف لاي اداة. طبعا اي شخص بده هذا جدول الاكسل يتواصل معنا من خلال تعليق على اليوتيوب او على صفحة الفيسبوك او يعلق داخل المقال في موقع جي اس فوروي. نرجع على الارك ماب، طبعا من خلال موقع جي اس فوروي طبعا راح يتم شرح جميع هدول الادوات كما تم شرحهم من قبل شركة ازري وعن طريق موقع جي اس فوروي. طبعا احنا عشان نقوم بشرح جميع هدول الادوات بنروح ننتقل على اي متصفح موجود عندنا ونكتب جي اس فوروي دوت كوم. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل شخص مهتم في الجي اي اس لانه موجود فيه برامج دورات مجانية وتنزيل برامج والاركتل بوكس، جميع الادوات تم شرحهم وشرح جميع صناديق الادوات، وايضا في مقالات ودراسات في نظم المعلومات الجغرافية، وفي عنا ايضا قسم خاص في المعلومات الجغرافية. طبعا انا عشان افهم هذا الصندوق رسم الخرائط عن ايش بيحكي انا بقدر اروح، بس خلينا نعمل كوبي هون بروبرتيز على صندوق ادوات رسم الخرائط ونعمل كوبي ونروح على الموقع ونعمل بحث ونسجل هون الكارتوغرافي تولز عشان نوصل على شرح جميع ادوات او عشان نفهم شو المقصود بصندوق ادوات رسم الخرائط. طبعا بيظهر عندنا اكثر من خيار، احنا بنروح على هذا الخيار صندوق ادوات رسم الخرائط، ندخل على هذا المقال. بشكل سريع راح يتم شرح شو المقصود بصندوق ادوات رسم الخرائط وليس الادوات. طبعا تم تصميم، طبعا هذا الشرح بناء على شركة ازري كيف عرفت هذا صندوق الادوات. طبعا عندنا تم تصميم الادوات الموجوده في مربع او في صندوق ادوات رسم الخرائط لانتاج البيانات وتحسينها لدعم انتاج الخرائط. طبعا من خلال ايش؟ من خلال تبسيط الظواهر والمعالم الجغرافيه وتقليل كثافتها وتحسين ادارتها وانشاء طبعا الشبكات وطبقات الشبكات واداره الصفحات المستنده الى بيانات التخطيط اللي هي يعني البيج عند اخراج الخرائط. اما بالنسبة لمجموعة البيانات، يعني في عنا احنا هون في هذا صندوق الادوات 1 2 3 4 5 6 7 8، في عنا 8 صناديق او 8 مجموعات ادوات. طبعا اول مجموعة خاصة في التعليقات التوضيحية تتيح لنا اتمتة سير عمل التعليقات التوضيحية، اما المجموعة الثانية خاصة لاثراء رموز التمثيل من خلال ضبط الرموز السيمبولوجي يعني. ايضا في عنا مجموعة بيانات خاصة بتقسيم صفحات اللي اوت فيو وعمل فهرس لإلهم، يعني احنا بقدر انا اتعب على اللي اوت واحد وبعد ما اتعب على هذا اللي اوت الواحد اقوم باخراج مثلا 20 خريطة بمجرد ان انا حضرت اللي اوت فيو واحد فقط، بقوم بانشاء اكثر من خريطة مثلا 20 خريطة 30 خريطة حسب الهدف. طبعا عنا مجموعة ادوات التعميم لتبسيط الفيتشر والظواهر الجغرافية وتحسينها للعرض بمقاييس أصغر، يعني أنا بقوم بضبط وبتعديل وتحسين الظواهر الجغرافية عشان أظهرهم على اللي أوت فيو. طبعا في عنا مجموعة أدوات خاصة في اكتشاف وحل التعارضات الرسومية، الرسم البياني يعني والسيمبولوجي،
وأيضا في عنا أدوات خاصة بالشبكات وطبقات الشبكات. أنا بقدر أقوم بإنشاء طبقة بتعبر عن لوحات، كل لوحة هي عبارة عن شبكة بمقياس ومسافة معينة. أما بالنسبة لمجموعة أدوات الغلاف لتحسين عرض الخرائط من خلال رموز بخصائص معينة. طبعا عندنا آخر مجموعة أدوات الخاصة بإدارة التمثيل، يعني لإدارة التمثيلات الفيتشر كلاس والتجاوزات بين الطبقات والمعالم الجغرافية. إذا بعد ما تعرفنا على صندوق أدوات رسم الخرائط والمجموعات اللي بداخله، بدنا ناخذ مثلا مثال على أداة معينة عشان نعرف كيف احنا نتعرف عليها. مثلا في عندنا من خلال هذا مجموعة الأدوات، فإن أدوات بتكون بالسموث لاين، يعني بتكون بتبسيط وتنعيم الخط أو البوليجون، أو خاصة في المباني أو في شبكات الطرق. مثلا لو رحنا على السموث لاين، طبعا هاي الأداة أنا بدي أكون بفهمها. طبعا من خلال هاي الأداة داخل الأرك ماب موجود عندنا مدخلات، وكل مدخل لو أضغط على الانبوت فيتشر بعطيني شرح شو المقصود في هذا المدخل وكيف أستخدمه. مثلا في هذا المربع أيضا لما ضغطت عليه أعطاني شرح كامل ومفصل، لكن في الموقع JS4V موجود شرح بالعربي عن هذا الكلام. طبعا أنا كيف بدي أفهم هاي الأداة كيف بتشتغل؟ بقدر أعملها كوبي كنترول سي واروح على الموقع، افتح الصفحة الرئيسية للموقع واروح على اداة البحث واعمل كنترول في لصق. هاي في عندنا الاداة سموث لاين، اداة الخط الناعم. بضغط على المقال المطلوب اللي هو هذا السموث لاين. طبعا في انا عندي هون 7 مدخلات، لو رحت على الارك ماب موجود عندي 1 2 3 4، هاي 5 وهي 6 وهي 7. في عندي 7 مدخلات مهمة، في اشي اجباري طبعا وفي اشي بنتركه افتراضي، بس السبعة هدول موجودات في التنقل السريع. انا بقدر اذا بدي اشوف شو المقصود مثلا في المدخل رقم 7 بضغط عليه بوديني مباشرة على رقم 7. نرجع لأول المقال، طبعا عندي عنوان الاداة، بعدها صورة عن الاداة، بعدها مسار الاداة موجود، سموث لاين تول موجودة في هاي مجموعة الادوات، موجودة في هاي صندوق الأدوات. بعدها ننتقل على الوصف، يعني وصف الأداة. يعني لو رحنا على الأداة في عنا هذا الكلام الموجود عنا هون، هو نفسه موجود داخل المقال. يعني هاي الأداة بتكون بتنعيم الزوايا الحادة بين الخطوط لتحسين الجودة الجمالية أو جودة رسم الخرائط. أنا هيك فهمت شو المقصود بالسموث لاين. أول مدخل input feature يعني ميزات الخط المراد تنعيمها. كذلك نفس الاشي جميع المدخلات انا بقرأهم، فانا هيك صرت افهم كيف تشتغل هاي الاداة. طبعا هلا انا من خلال الترجمة بين العربي والانجليزي في مصطلحات يمكن انه بعض الاشخاص ما يفهموها، مثل مثلا الميزات، شو المقصود في الميزات؟ فئة الميزة شو المقصود فيها؟ مثلا البيانات النقطية او البيانات المتجهة شو المقصود فيهم؟ فانا عشان افهم، يعني يفضل انه الواحد قبل ما انه يقرأ هذه المصطلحات انه يروح يفتح اي صفحة في الموقع، نكتب مثلا هون مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عندنا هذا المقال، ندخل عليه أول خيار. طبعا في هذا المقال موجود شرح لجميع أدوات التول بوكس من خلال طبعا فيديوهات. موجود عندنا تحت شوي في عندنا الملاحظات. هلا كلمة معلم أو ميزات اللي هي المقصود فيها الفيتشرز اللي هي المعلم أو ميزة، وتعني الظواهر الجغرافية، يعني عبارة عن أنهار، مباني، حدود تجمعات سكنية، حدود محافظة، هذا بنحكي لهم فيتشرز يعني معالم وميزات. إذا شو المقصود في الميزات هون؟ إحنا فهمنا إنه الميزات يعني معالم جغرافية. فئة الميزة اللي هي الفيتشر كلاس اللي هي الطبقة الموجودة داخل قواعد البيانات الجغرافية جيو داتابيس، اللي بيكون موجود فيها مجموعة من المعالم والميزات والظواهر الجغرافية. طبعا في عندنا الطبقة داخل الجيو داتابيس بتكون باسم فيتشر كلاس، لكن اذا الطبقة كانت لوحدها بيكون اسمها شيب فايل. مصطلح اذا شفتوا او لاحظتوا كلمة السما او السمات، مقصود فيها جدول البيانات الاتريبيوت تيبل الخاص في المعالم والميزات والظواهر الجغرافية. كلمة النقطية أو البيانات النقطية مقصود فيها الراستر داتا، طبعا هي المخرجات صور الخرائط والاستشعار عن بعد وأدوات التحليل السطح تي اي ان والسلوب وما إلى ذلك. لكن البيانات المتجهة، إذا شفتوا هذا الكلمة بيانات متجهة، مقصود فيها الفيكتور داتا
اللي بتتمثل على شكل نقطة أو خط أو مضلع. طبعا جميع البيانات اللي بتنضاف داخل جدول المحتويات التيبل اوف كونتنت، يعني لو رحنا على الارك، لو رحنا على الارك ماب في عندنا الجدول المحتويات، أي طبقة احنا بنضيفها هون بيكون اسمها لاير. هذا المقصود في هذه الملاحظة رقم 7، انه جميع البيانات الموجودة في التيبل اوف كونتنت بتكون اسمها لايرز، سواء كانت طبعا هاي البيانات متجهة او نقطية او جدول. متجهة يعني بوينت بوليجون لاين، ونقطية يعني راستر داتا، وجدول اللي هو التيبل. بعد ما انا فهمت هدول المصطلحات، ضروري جدا لكل شخص مهتم انه يفهم ادوات التول بوكس انه يقرأ هاي الملاحظات عشان يفهم الترجمة في اللغة العربية. طبعا هيك انا فهمت هاي الاداة. وبنفس المثال انا بقدر اخذ اداة تانية، مثلا لو بدي اقوم بمجموعة ادوات تقسيم صفحات اللي اوت، مثلا انا بدي اقوم بانشاء ظواهر او اقوم بانشاء طبقة من نوع فيكتور بتمثل لنا الشبكات او الجريد، بروح على هاي الاداة، بقوم بعمل نسخ لاسم الاداة، وبرجع على الموقع اللي هو الجي اي اس فور وي، وبنروح على اداة البحث، بنكتب لصق لهاي الأداة أو بنكتبها كتابة. طبعا فإن الجريد اندكس فيتشرز أداة ميزات فهرسة الشبكة، هيك معناها في العربي. ندخل عليها، إذا أنا مثلا بدي أفهم إشي معين، مدخل معين، بروح بالضغط عليه بنتقل مباشر عليه، أو مثلا أنا بدي أعرف وين مسار هذه الأداة موجودة، اللي هي موجودة في مجموعة أدوات الداتا دريفن بيجز تول سيت داخل الكارتوغرافي تولز. انا هيك برضو عرفت مسار هاي الاداة. هاي الوصف طبعا بتكون بانشاء شبكة من المعالم، شبكة يعني الجريد، طبعا مستطيلة او مربع حسب المدخل اللي احنا بندخله. يتم استخدامها كفهرس لتحديد صفحات الماب بوك، يعني انا لازم اكون بانشاء ماب بوك، يعني اتعب على لاوت فيو واحد، ومن ثم اكون بانشاء 20 لاوت. طبعا هذا بيساعدني ان اقسم جميع الطبقة للوحات، كل لوحة عبارة عن جريد. مثلا انا ظهر عندي 20 لوحة، يعني 20 جريد، فانا بقوم بلاوت واحد باخراج 20 خريطة. طبعا هاي الشبكة بتكون معالم مضلع، يعني بوليجونز. اعزائي المشاهدين والمتابعين، هيك احنا وصلنا للنهاية. طبعا بامكانكم الاستعلام وقراءة جميع ادوات التول بوكس فقط من خلال هذا الموقع، بنكون بكتابة اي اداة او بالبحث عنها طبعا. وهيك احنا بنكون فهمنا الهدف الاساسي والرئيسي لجميع الاداة ووصف الاداة وجميع المدخلات. فبتمنى ان الجميع اخذ فكرة كيف يكون بفهم جميع الادوات التول بوكس. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.